Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is the second lecture of Introduction to Immunology. تمام؟ هسه المطلوب مننا شنو؟ أن نعرف شنو المقصود بالإميونولوجي. إميونولوجي هذا مين شاف المؤشر؟ يا لون حلو أخضر. It is the science which encloses the study of defense mechanism of the host body against harmful agents, infections, chemical. إذن هو علم شنو يضمن دراسة الديفنس ميكانيزم يعني ميكانيكية الدفاعية مالت الهوست بادي. احنا نعرف مو عندنا هوست وعندنا المايكرو اورجانيزم الثاني اللي يدخل للهوست يعني للمضيف. فالاميونولوجي او الاميونيتي المن تخص الهوست بادي تخص المضيف تمام على مود شنو على مود يدافع عن نفسه. هسه مو كل واحد عنده خط دفاع اي. فالهوست بادي اللي هو الجسم المضيف يمتلك ديفنس ميكانيزم اللي هي الاميونيتي حتى تدافع ضد الهارمفل ايجنت ضد الانفكشن ضد الكيميكلز. هاي كليته الهارمفل ايجنت والانفكشن من تسببه تسببه المايكرو اورجانيزمز اللي هي مثلا عندي باراسايت بكتيريا فيروسز فنجاي so on. زين الاميونيتي شنو اقصد بالاميونيتي؟ means all the physiological reaction تشمل لي الفسيولوجيكال رياكشن مثلا التغيرات او التفاعلات اللي تصير من الجسم ذاته which results with the body recognition of the inviting material hence react with it. الاميونيتي هاي شنو يقصد بها راح تتم على خطوتين two steps of immunity اللي هي اول شيء من يجي ال مثلا من يجي عندي المايكرو اورجانيزمز حتى يسوي انفيجن للهوست بادي تمام. الاميونيتي شنو شغله؟ اول شيء شنو راح تسوي الستيب الاولى ريكوجنيشن اوف انفايدنج ماتيريال. اول خطوه للجهاز المناعي هي انه تتعرف على الانتيجين باثوجين شو تريد تسميه سميه. اول خطوه هي تتعرف على الانتيجين اللي هو راح يكون على نوعين هل هو السيلف أو نان سيلف يعني داخل الجسم وخارجه. أجي أسولف شنو سيلف شنو نان سيلف. هسا يعني شون إنه ذاتي سيلف ذاتي لا مو ذاتي السيلف يعني هو مالتك من داخل الجسم تمام أو من خارج الجسم. شنو يعني من داخل أو خارج الجسم؟ بالنسبة لي خلينا نجي على النان سيلف لأنه أسهل. أي باثوجين أو أنتيجين من خارج الجسم مثلا عندي فيروس بكتيريا فانجاي إلى آخره. كل شيء باثوجين من خارج الجسم مايكرو أورجانيزم يسبب لي ديزيز. السيلف شنو يعني؟ السيلف هسه مو أكو خلايا بالجسم يصير بها نكروسز اللي نسميها ديد سيل تموت فهذا الجسم الاميونيتي سيستم مالة الجسم راح تعاملها معاملة المعاملة الباثوجين أو أنتيجين معاملة الفتشي المسبب للمرض راح تتعرف عليها وكأنه هي فجسم غريب تمام. فهاي تسمى السيلف هاي يعني من داخل الجسم. هاي the first step of immunity. second step react with it. فهاي react with it كاتبتها خطأ react with it. شو تسوي؟ تتفاعل وياها. التفاعل مع تتفاعل ويا الانتيجين او باثوجين يعني تتعرف عليها او البداية بعدين تتفاعل وياها على مود شو تسوي حتى تكون انتيباديز ضد هاي الانتيجين تمام. ها بالنسبة للتعريف مالت الاميونيتي. The different type of immune response fall into two categories. ال response immunity response يعني مو من يدخل انتيجين او باثوجين الاميونيتي حتظهر ضده. فد response يعني استجابه. فهي راح تكون على نوعين different type. اول واحد
ال innate non-specific والadaptive اللي تكون specific. شنو innate non-specific؟ يعني حنشرحها بصورة مختصرة بعدين نتعرف عليها. معناها انه هي شلون تكون تتعامل ويا الكل سواسية. اوكي، مثلا تدخل بكتيريا، تدخل فيروس، تدخل فنجا، اي شيء، اي باراسايت، اي مايكرو اورجانيزم للجسم يدخل، تتعامل وياهم ككل بنفس الطريقة غير مخصصة. بينما الادابتيف اللي تكون سبيسيفيك يعني تتعامل مثلا ويا البكتيريا، ويا كل نوع من البكتيريا تتعامل بصورة تختلف. مثلا ويا الكوكا تتعامل بصورة مختلفة، البازلاي، اوكي، اي نوع من البكتيريا تتعامل ويا بصورة متخصصة. مثلا تتعامل ويا الفيروس بصورة تختلف، اوكي، فهنسميها سبيسيفيك، يعني انه سوت وياها ادابتيشن، تكيفت وياها وحتتعامل وياها على هذا الاساس. اول واحدة النيت نان سبيسيفيك امين ريسبونس which is the first line of defense against infection and it doesn't later on repeated exposure to a given infection agent and it reacts in the same manner with each pathogen. It is non-specific immunity of different mechanisms. هسه نتعرف على الميكانيزم. هاشن وكاتبة لا تتغير عند دخول الباثوجين، تمام، ما تتغير، يعني هي ثابتة. وشنو ذكرنا؟ انه هي تتعامل بنفس الطريقة ويا كل الباثوجينز، وهي تعتبر الفيرست لاين. يعني هسه عندي مثلا، خلينا نرسم بادي، وين نرسم؟ ها هنا ياكو مجال، هذا البادي، واو. المهم وهذا عندي اللي بالأصفر، هذا شنو؟ حتى ما ننساها. هذا اللي بالأصفر الفيرست لاين، الفيرست لاين of immunity. اللي من هو الفيرست لاين of immunity؟ النون سبيسيفيك. نعم سبيسيفيك، او نسميها النيت، ماشي، هاي تعتبر الفيرست لاين. بينما هذا اللي لونه بالاخضر يعتبر السكند لاين، اللي هو ادابتيف اور سبيسيفيك. Adaptive or specific. لما بالبداية يجي microorganisms حتى دا يدخل للجسم، هذا microorganisms خلينا نرسمه باللون الأحمر، نرسمه أصغر، هو micro. المهم هذا microorganism دا يجي أول شيء يريد يدخل للجسم، شنو يسوي؟ يسوي invasion. لا ما عجبتني، دا يجي للجسم يسوي invasion. شنو يعني؟ يعني دا يجي يغزو، ماشي، خط الدفاع بالبداية اللي يريد يواجه. هسه هنايا هذا المايكرو أورجانيزم، مايكرو أورجانيزم هذا
وهذا الهوست بادي. تمام، هذا المايكرو أورجانيزم جاء يريد يغزو الجسم الهوست بادي. أول لاين من هذا، هسه الأخضر لو الأصفر أول لاين راح يتعرض إلى المايكرو أورجانيزم، الأصفر يعتبر الفيرست لاين اللي هو شنو اسمه النون سبيسيفيك أور إنيت إميونيتي. هذا راح يكون ما عنده ميموري، مثلا هذا المايكرو أورجانيزمز بغض النظر عن نوعه دخل للجسم مثلا قبل شهر وراح وخلاص، لما يريد يجي يدخل للجسم مرة ثانية مو المفروض انه الجسم راح يكون ضده انتيباديز وعلى مود بعد ما يدخل، اي هذا المفروض، لكن هذا بعده وين هذا يصير جوه، يعني لما ندخل ديب لما يرجع يدخل مرة ثانية الفيروس لاين اوف اميونيتي اللي هو نان سبيسيفيك اورنيت اميونيتي راح يعامله عادي بصورة عامة the same manner، يعامله بنفس الطريقة اللي عامله بيه بالبداية ويعامله بنفس الطريقة اللي راح يعامل بيها another organism. اوكي، فيعامل الكل بنفس الطريقة. تمام، زين، هسه هذا راح يقدر يتجاوزه الفيروس لاين اللي هو يعامل الكل بنفس الطريقة. هذا المايكرو أورجانيزمز تجاوز الفيروس لاين إلا وين وصل للسكند لاين اللي هو adaptive or specific اللي راح يعامل كل نوع بخصوصية، هو اسمه specific يعامل كل نوع بخصوصية. تمام تمام، فهسه لا تتغير عند دخول الباثوجين نفسه، ما تتغير عند دخول الباثوجين نفسه حتى الأكثر من مرة للجسم، وتتعامل بنفس الميكانيكية مع الباثوجينز. ليش؟ لأن هي non specific. There is no memory with it or in it. ماكو ميموري، يعني ما تتذكر، حتى لو دخل هذا الباثوجين من قبل ما تتذكر، معناه حتى لو نفس الباثوجين أكثر مرة ما تتعرف عليه. Innate immunity can be seen to include four type 2 defense barrier. عنده فد أربع أنواع من defense barriers. نجي anatomic, physiologic, phagocytic, and the next one inflammatory. يعني هسه نفس الشيء مثل ما رسمنا هذا بدي هسه أرجع أرسم واحد ثاني. عندي الأناتوميك هذا. ها طبعا بالترتيب لازم بتسلسل نشرحها وبتسلسل نعددها، لانه هي هذا يعتبر الفيرست، هذا السكند، هذا الثيرد، هذا الفورث لاين. فهسه اول واحد فيزيكال اند اناتوميك بارير، زي ليش لازم بالتسلسل؟ مثلا هسه يجي الباثوجين ما يقدر يخترق الفيرست لاين اللي هو الفيزيكال اند اناتوميك بارير، ما يقدر يخترق خلاص يروح. اما اذا اجا واخترق الفيرست لاين خلاص ما يقدر يقاوم الفيرست لاين، ما يقدر يقاوم البثجين، حتجي تشتغل من هي الفسيولوجيك، تجي تشتغل العمليات الفسيولوجية بالجسم. اذا قدرت انه تتخطى هذا الباثوجين وتطرده من الجسم بهذه الحالة تمام، اما اذا ما قدرت تتخطى من راح يشتغل عندي؟ راح يشتغل عندي الفاغوسايتوسيس، فاغوسايتيك سيل. اذا همينا نفس الشيء، اذا قدرت تتغلب على الباثوجين هاي الحالة تمام، اذا ما قدرت راح عندي يصير الانفلاماتر، راح يصير عندي انفلاميشن وراح ينصاب الجسم بهذا المايكرو اورجانيزم. نجي على الفيروس لاين فيسيولوجيك اند اناتوميك بارير، هذا فتشي فيزيكال، سوري مو فيسيولوجيك، فيزيكال اند اناتوميك، هذا يعني موجود شلون انه بتشريح الجسم هذا البيريرز. That tend to prevent the entry of pathogens. Your own organism's first line of defense against infection. هذه تمنع دخول ال entry of pathogen. هذه تمنع دخول الباثوجين. تمام؟ اللي هي شنو؟ The outer epidermal layer consists of dead cell. ال outer epidermal layer تتكون من dead cell، خلايا ميتة. And is filled with water-absorbing protein called كرياتين. عندي هاي خطوات الدفاع. طبقة الجلد الخارجية اللي هي شنية البشرة تتكون من خلايا ميتة مليئة بالكيراتين.
نسميها waterproofing protein تمثل خط دفاع أو ضد المايكرو أورجانيزمز وتمنع دخوله. يعني هسه بالنسبة إنه أكبر مساحة نتوقع أكبر مساحة بالجسم نتوقع أنه يدخل من خلال المايكرو أورجانيزمز هي الجلد السكين. فعندي هاي طبقة البشرة الخارجية تتكون من شنو هسه هاي لما نجي أن بأي مكان بالجسم يعني لما نجي نخدش مو راح تتساقط شون الباودر هاي شنو هي خلايا ميتة dead cell مليئة بالكيراتين تمام. فهذا خط الدفاع الأول بما أنه هو أكبر مساحة بالجسم السيرفس مالته تكون لارج تكون كبيرة. فهذا نتوقع أنه أول مكان يدخل من خلال الباثوجين للجسم هو منو السكين اللي هي الأوتر إبيديرم. أوكي فعنده waterproofing protein تمنع الدخول. الثاني اللي هو سيبام consists of lactic acid and fatty acids which maintain the pH of the skin between 3 and 5. This pH inhibits the growth of most microorganisms. زين في حال إنه ما قدر هاي السكين اللي هي البشرة مثلاً ما قدرت تدافع ضد الجسم والأورجانزم مايكرو أورجانزم قدر يتخطى هذا خط الدفاع ويدخل. عندي خط دفاع ثاني اللي هو السيبام. السيبام شنو هو اللي يريد يعرفه؟ هو oily secretion of sebaceous gland. السبيشوس جلاند الخلايا الدهنية اللي موجودة بالسكين حتفرز لي oil secretion أسميه سيبام. هذا يتكون من fatty and lactic acid. فهاي المنطقة شو راح تكون؟ راح تكون acidic media. هاي acidic media إذا شنو معناها؟ معناها راح تحافظ على pH low pH. يعني راح المنطقة acidic media ما تكون من 3 إلى 5. هاي الأسيديتي إيش راح تسوي؟ راح تسوي inhibition inhibition للgrowth وللactivity مالت الميكروأورجانزمز وراح تثبط نشاطه والنمو مالته. فهسه إذا هذا الخط الدفاع الأول فشل هاي الأسيديك ميديا راح تهاجم. الثاني the conjunctiva يعني ملتحمة العين ها مكان مفتوحة أيضا نخلي بالنا إنه يقدر يدخل من خلاله مايكرو أورجانيزم. and the elementary عندي الرسويراتري عندي اليوروجينيتال تراكت أو لايبا ميوكاس ممبرين بروتكتيف سكين ذات كفرز ذا إكسترا أو ذا بادي. عندي شنية الأشياء بالجسم السيستمز اللي تكون مفتوحة بحيث يقدر يدخل من خلالها مايكرو أورجانيزم. مثلا عندي الكونجكتايفة العين ملتحمة العين يقدر يدخل من العين. عندي الجي آي تي يقدر يدخل من الماوث يقدر يدخل من الأنس أو هاي يقدر يدخل مايكرو أورجانيزم. عندي بعد الريسبيراتوري هذا أيضا مفتوح يقدر يدخل بما انه الماوث هم يقدر يفوت للرسبيراتوري وعندي النوز يقدر يفوت للرسبيراتوري. بعد عندي اليوروجينيتال هاي ايضا يقدر يفوت للجسم مايكرو اورجانيزم. فهاي بما انه يعني بهالسهوله بهالبساطه يقدر يدخل مايكرو اورجانيزم للجسم من خلاله معقولة حتكون يعني مجردة من أي شيء بحيث يقدر يدخل مايكرو أورجانيزم بسهولة؟ لا. إذا شلون حتكون مبطنة lined with mucous membrane. شنو وظيفة هذا الميوكاس ممبرين؟ حماية ومنع دخول المايكرو أورجانيزم. لكن بصورة تامة لا، أكو بحالات مرضية اللي هي abnormal states تدخل من خلال المايكرو أورجانيزم، لكن بالحالة الطبيعية أبد ما يدخل من خلاله. زين الرابعة النورمال فلورا competes with micro for attachment sites and nutrients. احنا نعرف انه اكو بكتيريا نافعة بالجسم. هاي البكتيريا النافعة تعيش بالهوست الهوست بادي هي تستفاد انه يوفر الى مسكن يوفر الى نيوتريشن تغذية هي تستفاد لكن ما تضر الهوست تمام. هسه احنا موجود عندنا نورمال فلورا هي مستفادة لكن احنا ما تضرنا
ماشي. هاي تفيدنا بشي، شنو هو؟ انه لما يجي يدخل مايكرو اورجانيزم شو تسوي؟ حتسوي كومبيتيشن وياه، يعني شو انه حتتعارك وياه على المكان على النيوتريشن. ليش؟ لانه هسه هو من يجي المايكرو اورجانيزم يريد مكان، يريد نيوتريشن، حيغزو الهوست. اوكي، فهي شنو تسوي؟ تجي تدافع عن مكانه وتجي تدافع عن التغذيه مالته، بحيث تاخذ المكان، تحتل المكان اللي من الممكن انه المايكرو اورجانيزمز هذا الباثوجين اللي جاي من الخارج ممكن انه يريده بالجسم، فما تخلي، بحيث ما تبقي له مكان لهذا الباثوجين. بعد عندي الميوكاس انترابز فورين مايكرو اورجانيزم. الميوكاس حتسوي انترابز، يعني شو تسوي؟ تمسك المايكرو اورجانيزمز، يعني انه تسوي له تاتش، تمسكه المايكرو اورجانيزمز وتمنع دخولها للجسم. ماشي. وبعد شنو عندي؟ عندي السيليا. اكو هاي السيليا اللي هي بروزات او صغابات، اللي وين موجوده؟ مثلا موجوده بالسمال انتستاين. شنو تسوي؟ حتدفع المايكرو اورجانيزمز وتمنع دخوله للجسم. السيليا بوش مايكرو اورجانيزمز ات اوف ذا بودي، تمنع دخوله للجسم. زين، هاي كلها بالنسبه للفيزيكال اند اناتوميك، فشي يعني تشريحي فيزيائي موجود بالجسم. إذا قدر المايكرو أورجانيزمز يدخل يتخطى كل هاي اللاينز ويدخل، حيجي دافع أو يجي يعني إنه يكون المسؤول الفسيولوجيك بارير، فسيولوجيك فسلجة الجسم حتشتغل. أول واحد التمبرتشر، normal body temperature inhibits growth of some pathogens. Fever response inhibits growth of some pathogen. بالنسبة لحرارة الجسم الطبيعية اللي هي 37 درجة سيليزية، أكو بعض أنواع الباثوجينز ما تقدر تعيش بهذه درجة الحرارة. إذا استفادت من درجة حرارة جسمي إنه قتلت لي الباثوجين، تمام، ثبطت الجروث مالته والنشاط، بحيث ما يقدر يدخل ويمارس اللايف سايكل مالته داخل الجسم. اوكي، زين، اذا ما قدرت التمبرتشر مال جسمي تقضى على الباثوجين، شنو راح يصير؟ هسه ما شايف انه ببعض الحالات لما يصير عندي مثلا انفلونزا او غير الانفلونزا، انه فد مثال بسيط، شو يصير؟ حترتفع درجة الحرارة، يصير عندها تمبرتشر. اوكي، معناها شنو؟ معناها انه الاميونيتي مال الجسمي دا تستجيب لهذا المايكرو اورجانيزم، دا تستجيب لهذا الانتيجين والباثوجين اللي دخل الجسمي. فشنو؟ مثلا عندي هواية ديزيزز، هواية امراض من النواتج مالته او من الاعراض مالته انه ترتفع درجة حرارة الجسم. معناها هذا شنو؟ معناها هذا ديفنس، فتخذ دفاع ضد هذا الباثوجين اللي دخل الجسم، انه ترتفع درجة حرارة الجسم. حتى هاي درجة الحرارة العالية شو تسوي؟ تقضي على الباثوجين، تثبط النمو مالته، تثبط الاكتيفيتي، لو بي اتش اسيديتي. اكو باثوجينز ما تقدر تعيش بالاسيديك ميديا. اوكي، فمثلا عندي اللي داخله عن طريق الماوث، وين راح تروح؟ راح تروح للاستومك. الاستومك كونتنت اللي هي من اتش سي ال، اسيديتي مالته عاليه، فقلنا انه بعض الباثوجين ما تقدر تعيش بالاسيديك ميديا، فالاسيديك ميديا مالت الاستومك شو تسوي؟ تقتل هاي الباثوجينز اللي صار لانجستد مثلا ويا الفود. عندي البيرستلسيس اوف انتستاين، يورين فلو، تيرز. هذا شنو معناه البيرستلسيس؟ معناها الكونتراكشن اند ريلاكسيشن اوف ماسل. الانتستاين سمول اور لارج مو راح يصير بها كونتراكشن وريلاكسيشن للمسل مالته، للسموث مسل يعني بيرستلسيس. فها شو تسوي؟ ممكن انه تقدر تطرد، هاي عملية فسيولوجية عادية. فشو سوى؟ تقدر تطرد الباثوجين. اليورين فلو ممكن يطلع ويا اليورين، التيرز ويا الدموع تقدر تطلع همينة اذا دخلت عن طريق الكونجكتايفا. نمبر فور، كيميكال ميدياتر اللي مثلا عندي لايسوزايمك ليوز بكتيريال سيل وول. اكو عندي انزيمز
لايسوزايم شو يسوي كليف للبكتيريا حتدمر تسوي بريك داون تحطم البكتيريال سيل وول انترفيرون induce interviral state and infected cell بعد عندي الكومليمن لايسيد ميكروورجانز اور فاسيليتيد فاجوسايتوسس نجي نتعرف على هي يعني الفاجوسايتوسس زين اذا فسادة الجسم ما قدرت تتغلب على الباثوجين من ودخل الباثوجين للجسم راح يشتغل عندي الفاجوسايتوسس فاجوسايتوسس another important innate defense ايضا النيت يعني انه تتعامل ويا الكل بنفس الميكانيكيه ديفنس ميكانيزم از ذا انجستشن اوف اكستراسيلولار بارتيكولات ماتيريال باي فاجوسايتوسس فاجوسايتوسس از وان تايب اوف اندوسايتوز يعني نوع من الاندوسايتوز يعني ادخال الخلوي ذا جنرال تيرم فور ابتيك باي سيل اوف ماتيريال فروم اتس انفايرمنت نجي نتعرف على خطوات الفاجوسايتوسس اول شيء هي عندي بسرعه ما اسميها اندوسايتوسز اللي تشمل البينوسايتوسز والفاجوسايتوسز الاثنين هم الادخال الخلوي شنو الفرق بين البينو والفاجو البينو اللي تستخدم للليكويد ماتيريال بينما الفاجو بارتيكلز يعني سوليد ماتيريالز اول خطوه من الفاجوسايتوسز هي انه تتعرف على الماده الصلبه من ناحيه اذا كانت الخليه قادره على ابتلاعها وهضمها اول بدايه انه تتعرف الخليه على هاي البارتيكلز على هاي المادة solid material تقدر تهضمها تقدر تبتلعها أول شيء تقدر تهضمها هي جاهزة بعد شنو راح يصير بعد راح يتكون invagination خلي أرسم هاي بالبداية هاي الخلية راح يتكون بيها invagination هاي المادة لا أول بداية ما تكون هيك أراح هاي تكون invagination يتكون invagination شنو يسمها سيدوبوديا يعني انه شون تكون بهذه الطريقة او بهذه الطريقة no. هاي يعني انه شلون فد اقدام كاذبة حتحيط بالخلية تحيط بالمادة الصلبة حتى شو تسوي حتى تبتلعها وهاي المادة الصلبة هنايا بالبداية بعدين حتدخلها بعدين شنو راح تصير راح يصير بيها احاطة تامة فهاي اما هاي او هاي نفس الشيء اما تكون invagination بها طريقة او انه تتكون سيدوبوديا تحيط بالمادة الصلبة اي بعدين يحيط بالبارتيكلز وراح يكون انجلفمنت هسه راح يتكون عندي انجلفمنت فتحة وصلة اول بداية راح تكون شنو ملاصقة المن للسيل وول وتحتوي على المادة بعدين راح تنفصل من السيل وول تدخل الى داخل الخليه اوكي تدخل الى داخل الخليه حيأثر عليها لايسوسومال انزيم لايسوسومال انزيم بعدين شنو يصير بيها حتنهضم صار بيها هضم يصير بيها فرغمنتيشن هاي المادة تتجزأ بعدين تدخل المادة يعني انه المادة المفيدة لداخل الخلية وبعد وتنطرح الباقي هاي بعملية الإكزوسايتوسيس اوكي هاي الطريقة زين اذا ما قدرت تتخطى يعني انه الفاجوسايتوسز ما قدرت تقضي على الباثوجين تجيني الانفلاميشن راح يصير انفلاميشن انفلاميشن ريبريزنت ا كومبلكس سيكونس اوف ايفنتس يعني هي شنو عباره عن سلسله معقده من الاحداث
that stimulate immune response. حتحفز immune response like tissue damage caused by wound or by an invading pathogenic microorganisms induce a complex sequence of events collectively known as inflammatory response. شنو نسميه inflammatory response؟ يعني تظهر عندي فد أعراض تدل على إنه صاير عندي inflammation. It is a protective response that tends to eliminate or isolate the causative agent and necrotic tissue resulting from the original damage. It is interlined with the process of healing and repair. يعني هسه يصير عندي الانفلاميشن. هاي الانفلاميشن شنو حتحفز؟ حتحفز immunity response or immune response or inflammatory response. نفس الشيء immune response, inflammatory response. اوكي راح تظهر لي فد أعراض symptoms تدلي على إنه عندي inflammation اللي هي rubor يعني redness يصير المنطقة حمراء, tumor swelling يعني انتفاخ, color heat يصير عندي, dolor يعني pain. تمام يصير عندي ألم, يصير عندي انتفاخ, يصير عندي redness احمرار, يصير عندي heat يعني color حرارة. ماشي وممكن يصاحبه فقدان للفانكشن. هاي صورة حلوة تبين لي هاي heat للحرارة. شوف هسه هذا دا يمسكه وهو حار جدا, redness أحمر صاير, swollen هذا حاطين واحد سمين, انتفاخ صاير عنده, pain هذا دا يتوجع, loss of function هسه هذا من نادة تنكسر يعني ممكن انه يفقد الوظيفة مالته, وإيده مكسورة وهاي ديمشي على عكازة. اوكي فهاي عندي اعراض الانفلاميشن. الانفلاميشن ستيمولاي منو اللي يحفز من اللي يحفز الانفلاميشن؟ infection bacterial viral parasite. اوكي بكتيريا فيروس باراسايت تروما هاي تحفز لي اياها, physical chemical injury ممكن عندي البيرنز الراديشن تشو نكروسس هاي ايضا تعامله نفس معامله الباثوجينز لكن سيلف هاي نان سيلف هاي. هسه اذا اجي على هاي بالنسبه للبكتيريا فيروس باراسايت هاي نان سيلف من خارج الجسم اجتني, بينما تشو نكروسس حتعتبر سيلف يعني شنو يعني تكونت من داخل الجسم وهي تعتبر ده سيل. الفورن بادي فد اجسام غريبة والاميون رياكشن. تمام the cardinal sign of inflammation reflects the three major events and inflammatory response. بالإنفلاماتوري ريسبونس يعني الاستجابة للالتهابات ترجمة الحرفية إلى شو راح يصير الاستجابة؟ أول شي يصير فازو دايليشن. شنو يعني فازو دايليشن؟ and increasing the diameter of blood vessels of nearby capillaries occur as the vessels that carry blood away from the affected area constrict resulting in distension of the capillary network. The puffy capillaries are responsible for tissue redness يعني يصير الرذمية الروتيشن تهيج بهذا المعنى redness الرذمية الروتيشن ياها واحدة تعجبك هي نفس المعنى and then increasing the tissue temperature. شنو معناها؟ يصير vasodilation يعني يصير increase in the diameter of capillaries حقيقية مكان الانفلاميشن مكانه أو المكان القريب عليه شبي راح الكابلاريز اللي موجودة بهذا المكان بنفس المكان أو القريب عليه شو يصير بها الكابلاريز الدايميتر مالته يزداد. أوكي حتزداد وشنو تسوي يعني هي من تزداد شنو يكثر بيها؟ يكثر بيها البلاد. من يكثر بيها البلاد حتنطين اللون للتشو ريدنس. اوكي
ومن يكثر البلاد دول بلاد مو حار فحتزداد التشو temperature. مفهومة؟ زين. Increase in the capillary permeability. Facilitate an influx of fluid and cell from distended capillaries into the tissue. The fluid that accumulates, يعني exudates, has much higher protein content than the fluid normally released from the vasculature. Accumulation of exudates, يعني the accumulation of exudate contribute to tissue swelling. حيسوي أديمة. شلون؟ البرميبيليتي أول شيء هي الكابلاريز مو تتكون عندي من طبقة واحدة من السموث مصل على العكس من الفينز والأرتريز هي صغار ويعني شلون تكون ثين فتتكون من طبقة واحدة. بنزيد البرمبيلتي مالته وببداية صار بيها فازو دايليشن متوسعة وزيد النفاذية مالته يعني شلون انه تتفكك الطبقة مالته. فش تسوي؟ حتنتقل السوائل من الكابلاريز الى الانتراسيلولار سبيسز بسبب زيادة نفاذية الكابلاريز. فشنو تسبب لي؟ تسبب لي أديمة فيؤدي الى انه يصير عندي سوالنج. هسه هاي شنية هاي هسه كلية دا افسر الهاي هاي انه صاير عندي ريدنس. عرفت ليش صار ريدنس؟ لانه صار عندي فازو دايليشن انكريز بالدايميتر مالت الكابلاريز فحيزيد البلاد بيها فتزيد التمبرتر. بما انه يزيد البلاد بيها فتزيد اللون مالته اللي هو ريدنس. التيومر السوالنج حزيد البرمبيلتي مالت الكابلاريز وتسمح انه يطلع الفلويد البلازما مالت الدمي تسمح انه يطلع من داخل الكابلاريز. وين يروح؟ يروح للتشو بالانتراسيلولار سبيسز فحيتجمع بيها يسوي بيها اكيوميليشن اور اجريجيشن ويصير بيها سوالنج اديمه. زين. انفلاكس اوف فاجوسايتس from capillaries into the tissue is facilitated by increased permeability of the capillaries. حتدخل الفاجوسايتس لانه صار عندي زياده بالبرميبيليتي يعني تدخل الفاجوسايتس من الكابلاريز تروح للتشو. ليش؟ لان زادت عندي النفاذيه. The immigration of phagocytes is the multi-step process. يعني إنه لما تيجي تنتقل الفاجوسايت من الكابلاريز تروح للتشو هي multi-step process. يعني عملية بها عدة خطوات متعددة الخطوات. That include adherence of the cell to the endothelial wall of the blood vessel. يعني شو تسوي؟ margination. أول خطوة the first step هي المارجينيشن. يعني شنو؟ adherence من cell of endothelial of blood vessel margination. بعدين شنو اللي وراها؟ followed by their immigration between the capillary endothelial cell and into the tissue. يعني شون انه بالبداية هذا blood vessel او هو الكابلاري هاي موجودة هنا الأكبر صارت موجودة هنا الفاجوسايت. أول شي وين تروح؟ هاي اللي نفترض راح تروح على السيل وول الوول مالت البلاد فيزل. الوول مالت البلاد فيزل شنو سوت؟ مارجينيشن. هاي نمبر وان سوت مارجينيشن. أوكي لحد اتفقنا؟ ها وين راحت؟ من الداخل راحت الى الوول اوف بلاد فيزل مارجينيشن. بعدين فود باي ذير ايميجريشن بتوين ذا كابيلاري اندوثيليال سيل اند تشو. تطلع من الاندوثيليال مالت الكابيلاري للتشو تمام انتو ذا تشو. هذا دايبيسز اور extravasation. هذا هسه سوت extravasation. هذا الثاني extravasation او diabetes diabetes or extravasation. هذا نفس الشيء. ها
هذا اللي سوته. اوكي فاينالي هسه طلعت الالتشو من الاندوثيلس طلعت الالتشو استرافازيشن فاينالي ذير ميجريشن ثرو ذا تشو تو ذا سايد اوف ذم اللي هو كيمو توكسز. هذا شو تسوي؟ تسوي كيمو توكسز. هذا اخر شيء هنا يا بالتشو كيمو توكسز ماشي. فاول واحد مارجينيشن، ثاني واحد المارجينيشن انه شنو سوت؟ اجت من الداخل وين راحت؟ على الفيزل، على الوول اوف ذا بلاد فيزل، هذا مارجينيشن. بعد عندي الاكسترافازيشن طلعت من نايا من الكابيلاري وين راحت؟ راحت للتشو. بعدين راحت للسايت اوف انفاجن يعني للسايت مالت الغزو. ياهي المكان اللي هي مثلا اول بداية راحت للبلاد، اخر شيء سواء ارتري او فين اخر منطقة يعني اللي تتغلغل بالتشو نعرفها هي الكابيلاريز. فليش احنا دا نسولف على الكابيلاريز؟ لان هي اصغر بلاد فيزل تمام. فهسه المارجينيشن انه من الداخل راحت للوول اوف ذا بلاد فيزل الكابيلاري للوول اللي هو اندوثيليوم. فالخطوة الثانية هي الاكسترافازيشن، من اسمه اكسترا يعني شنو؟ راح تروح خارج الكابلر. وين راحت؟ راحت للتشو. يعني هي شلون هسه تروح للمكان اللي تقصده. اوكي بعدين كيموتوكسز للمكان سايت اوف انفاجن، خلاص وصلت المكان اللي تريد تغزو. اعتقد صارت مفهومة. As vagocytic cell accumulate at the site and begin to vagocytose bacteria, they release lytic enzyme. حتفرز لي شنو هسه هي لما وصلت حتتراكم هناك وتبدي بالفاجوسايتوز بكتيريا. وشنو تفرز لي؟ تفرز لي lytic enzyme يعني انزيمات محللة which can damage nearby healthy cell. هي مو داخلت هذا المكان اللي هناك سايت اوف انفيجن، المكان اللي تقصده حتى تروح تسوي له غزو، هو بالبدايه كان يحتوي على هيلثي سيل without any inflammation تمام. فشنو تسوي؟ تفرز لي من توصل تفرز لي لايتك انزيم، انزيمات محلله. هاي ايش راح تسوي؟ راح تبدي تسوي دامج destroying للنير باي هيلث سيل للهيلثي سيل. اوكي the accumulation of dead cell شنو حتسوي؟ تموت ويصير عند accumulation of dead cell digest material and fluid form of substance called pus. لذلك هاي بالانفلاماتوري سيل ليش يتكون عندي pus؟ بسبب هذا الشيء انه تفرز لاتك انزيم حتسوي دامج للهيلث سيل تتحقق dead cell. وهاي تقدرون تشوفون الصور بالخطوات. زين هاي حنفرق بين الانفلاميشن تايب، عندي اكيوت وعندي كرونيك. شنو الفرق؟ بالنسبة للأونست الاكيوت نعرفه انه يكون رابد وهذا يكون سلو. هذا سريع وعلى فترة قصيرة شورت، هذا سلو بطيء وعلى فترة طويلة. البريدومينانسيال هذا نعرفه اللي تبدي اول بداية لنيوتروفيل، لنيوتروفيل اللي هي شنو تعتبر؟ فارماكولوجيكالي يعني تعتبر دوائية. وهاي بالكرونيك الليمفوسايت اند مايكروفاج. هسه بالاكيوت مو هو يكون رابد وشورت، اللي حيدخل بسرعة واول بداية the first one نيوتروفيل هاي الليمفوسايت اند مايكروفاج. التشيف باثولوجيكال ايفنت اكزوديشن اوف فلويد اند بلازما بروتين. هذا شنو يصير عنده؟ بروليفيريشن of blood vessels and fibers. What happens when the physical and chemical barrier are breached? I mean تقدرون تشوفوا هالخطوات يعني انه شلون حتطلع الخلية هذا المايكرو اورجانزم هذا عندي كابلر شلون حتطلع هناية. عندي يعني يصير مارجينيشن واكسترافازيشن وكيموتوكسيك. هالخطوات سولفتها كليتهم. زين هسه خلصنا من الانيت or non-specific immunity، راح يجينا النوع الثاني اللي هو الادابتيف specific. هذا حتتعامل ويا كل نوع من الباثوجين على حدة، كل نوع عنده طريقة خاصة به انه تتعامل وياه. highly specific for a particular pathogen
and the immune response progresses with each successive encounter with the same antigen. Adaptive immunity displays four characteristic attributes. اللي هي عندي antigenic specificity إلى خصوصية, diversity تباين, يعني شنو هسه عندي بالنسبة للميونيتي سيستم, مو عنده أنواع متعددة من السيلز, مثلا عندي لمفوسات ولمفوسات بها أنواع بي سيل تي سيل, بعد شنو عندي بي سيل تي سيل, ها والنت ال ان كي نيترال كولر سيل, وبعد عندي الجرانوسيل اللي هي نتروفيل إزنوفيل بازوفيل إلى آخره من السيلز, فكل واحدة يعني نتبع من خلاها, فكل واحدة إلى عمل الخاص به. immunologic memory, شنو immunologic memory؟ عنده ميموري من يدخل باثوجين وكذا حتصير السلسلة, شنو يصير activation للبي سيل and تي سيل. اوكي مين يصير إلى activation؟ راح يصير differentiation, حتتمايز لنوعين, أما effector cell وميموري cell. متى طين الميموري cell اللي هي هاي ال T cell عنده ميموري نعرفها. ال T cell شنو عندها؟ نسميها الميموري cell, ماشي. شنو يعني ليش عندي ميموري سيل؟ حتى يعني اذا كانت مثلا الجسم مصاب بهذا الباثوجين من قبل عنده كل المعلومات عنه, شنو كاتبه؟ تتعامل خصوصا مع كل نوع من الباثوجين. معناها مثلا عندي البرايمري ميون ريسبونس از ديفرنس فروم سيكندري ميون ريسبونس تيرشري, يعني البرايمري عندي يختلف عن سكندري, السكندري يختلف عن تيرشري ويختلف عن البرايمري, فكل واحد يختلف عن الثاني. زين الاختلاف بشنو يكون؟ يكون بالديوريشن, فترة التأثير مالته, الريكوجنيشن, وقت التنشيط, تمام. السبيسيفيك اميوني ميكانيزم وير اكوارد ايذر اكتيفلي اور باسيفلي, عندي نوعين اللي هو الاكتيف اميونيتي والباسيف اميونيتي. شنو اقصد بالاكتيف اميونيتي والباسيف اميونيتي؟ بالنسبه للاكتيف, it occurs when an active process of immunity induced by actual infection followed by recovery or followed vaccination a process like DPT, also short life immunity followed by influenza infection. بالبداية قبل ما أدخل بالتفاصيل لازم أخلي ببالي إنه الأنتيباديز اللي راح تتكون عندي بالجسم نتيجة للتأثير مالت أنتيجين, تمام. الأنتيباديز ليش تتكون؟ نتيجة لدخول أنتيجين أو باثوجين, نفس الشيء باثوجين يعني أنتيجين, فراح تتكون ضده هاي الأنتيباديز, تمام. ليش تكونت هاي الأنتيبادي؟ لأنه دخل أنتيجين. زين هذا الانتيجين اما انه يكون على نوعين, اما انه يكون حقيقي يعني هو دخل للجسم هو بنفسه جبناه ودخل للجسم, او ان يكون يعني مكتسب, تمام. اما حقيقي او مكتسب, هاي الانتيباديز اللي تكونت ضد الباثوجين. فشلون تكونت؟ تكونت ضد هذا الباثوجين, والباثوجين كان اما حقيقي أو مكتسب. شلون؟ هسه نجي نتعرف عليها. بالنسبة للأكتيف, يحصل هذا النوع من الإميونيتي عند دخول الميكرو أورجانزم أو الباثوجين حقيقي للجسم, هو باثوجين بنفسه دخل للجسم, أو عن طريق الفاكسين. شنو يعني الفاكسين؟ يعني اللقاح, لما يجي نلقح. شنو الميكانيكية مالة التلقيح؟ مثلا أنتي فيروس, شنو أنتي فيروس؟ سوري فيروس, فنجي ننطي لقاح ضد هذا الفيروس. ايه هو اللقاح يعتبر انتي فيروس مضاد للفيروس. ليش ننطي اللقاح للجسم؟ حتى لما مثال اخذنا الفيروس ننطي لقاح ضد هذا الفيروس, هو شنو اللقاح؟ يعني نجي ننطي هذا اللقاح حتى من مثلا مو ينتشر وباء وانتشر لقاحات, يا بلقحه على مود شنو عاد ما تنصابون بالفيروس. زين شنو هي الميكانيكية؟
انه من يجي الفيروس يجي يدخل للجسم شنو حيلقي؟ انتيباديز. زين من اجت هاي الانتيباديز؟ من تكونت ضد الفيروس هذا وهو الجسم ما متعرض للفيروس؟ احنا مو نعرف انه الا الجسم يتعرض لهذا الفيروس والاميونيتي سيستم حيشتغل ويتعرف عليه ويخزن ميموري يلا يكون انتيباديز. لحد زين هو الفيروس ما داخل للجسم لعد من اجت هاي الانتيباديز؟ هسه نعرفه من اجت. احنا لما ننطي لقاح، هو اللقاح عباره عن شنو؟ نجيب هذا الفيروس نضعفه، يعني الضعيف هو لما يتعرض الجسم إلى بصوره طبيعيه راح يكون قوي ويسوي لي فد اعراض وهاي، لكن لما احنا نشتغل عليه حتى نسوي منه لقاح شنو نسوي بيه؟ نضعفه بحيث التاثيرات اللي تنتج عنه ما تشابه التأثيرات مالت الفيروس الحقيقي. فشنو نحقنه يعني للشخص؟ نحقنه فيروس مضعف ضعيف، أو نحقنه الـ RNA مالت هذا الفيروس أو الـ DNA مالت هذا الفيروس، أي شيء من الفيروس المهم حتى يتعرف عليه الجسم حتى يكون أنتيباديز ضده. حتى لما يجي هذا الفيروس يدخل للجسم شنو اكو ضده؟ اكو انتيباديز الدافع، ما يعني ما تسبب اعراض مثل اذا ماكو لقاح. فتعرفنا شنو يعني انه اذا الجسم تعرض الى مايكرو اورجانيزم حقيقي او اذا اعطيناه فاكسين يعني لقاح، تمام. فالفاكسين هو يشبه دخول مايكرو اورجانيزم نفسه، بس انه احنا ضعفناه غيرنا بشويه. فهذا بالنسبه للاكتيف. الباسيف خلي اقرا اول شيء. Passive immunity is acquired by giving your red immune factor from one person to another, like immunity of the baby via consumption of mother's milk. Also during fetal life, immunoglobulin G passed from the mother to the fetus or through placenta. And for example, for passive immunization is the transfer of hyperimmune serum. زين عند الباس اميونيتي هذا النوع الثاني انه ينقل انتيباديز من شخص لشخص ثاني، وهذا الشخص الثاني المنقول اليه شبيه حيحصل على انتيباديز جاهزة ماشي بدون هو ما متعرض لهذا الباثوجين او مكون انتيباديز، يحصل على انتيباديز جاهزة. شلون؟ مثل عندي المادر والبيبي، يعني المادر تنطي كل شيء زين للبيبي مالته، فهي بقت على المناعة على الانتيباديز هم انا حاسطيه اياه. مناعة البيبي المكتسبة من المادر عن طريق اللاكتيشن، هسه بالبداية عن طريق اللاكتيشن انه لمن يعني البريست ميلك مثلا الام متعرضة الى فد باثوجين معين منصابة بيه ومخلصة ومكونة انتيباديز ضده، هاي الانتيباديز موجودة بالبلازما موجودة بالدم مالته حتنتشر بكل جسمها، ايضا بالملك موجودة. فلما تسوي لاكتيشن حتنتقل هاي الانتيباديز للبيبي، شنو نسميها؟ ميونوغلوبولين اي، نوع مالته اي. زين هاي واحدة. مثال ثاني خلال الفيتال لايف ايضا من تتعرض وتكون انتيباديز وما اعرف شنو حتنتقل الميونوغلوبولين جي من المادر للفيتس عن طريق البلاسنتا، هو مو كل شيء ينتقل عن طريق البلاسنتا حتى الدراجز وحتى كل شيء، فايضا تنقل له الميونوغلوبولين جي. مثال ثاني ننقل بلازما من شخص متعافي الى شخص مصاب لانه تحتاج على الاي جي جي اللي هو هاي الطريقه نسميها ترانسفير of hyperimmunity. مثلا عندما صار بالكوفيد انه مو هذا يدور بلازما صنف دمه هيك وهاي، ليش؟ لانه البلازما مالت هذا الشخص اللي متعرض مثلا الباثوجين مكونه ضد انتيباديز. اوكي هاي مقارنه بين النيت والاداتو اميونيتي، كل شي سولفت. وهاي ماخذيها cell of immunity system ومسويها إلى مخطط بالمحاضرة السابقة.
شنو بعد؟ هاي كليتها شارحيها. زين نجي على الباثوجين ريكوجنيشن. Most microorganisms express repeating pattern of molecular structures termed pathogen associated molecular pattern. B من الباثوجين. A associated. M molecular. P patterns. هذا ليش نقلنا؟ تمام. Innate immune system has evolved mechanism capable of recognizing these repeating pattern termed pattern recognition receptors. Examples على ال pattern recognition receptors. عشان يقصد بها أو شغل نجي نتعرف. عندي بالنسبة إنه لما الخلية تدخل المكان، هاي الخلية المكان اللي تدخل إليه لازم عنده فد ريسبتورات. هاي الريسبتورات كل نوع من الخلايا إلى ريسبتورات خاصة بيها. زين من تيجي خلية ثانية على نفس الريسبتور تقدر تدخل؟ لا ما افتهمتوا. هسه مثلا هذا مكان فتشي شو معين بهذا الريسبتور وب هذا الريسبتور، وب هذا الريسبتور. زين هاي عندي خلية وهاي عندي خلية وهاي عندي خلية. زين ليش رسمت الريسبتورات وهاي بألوان متشابهة؟ هسه نعرف ليش. هسه هاي الخلية اللي باللون الأخضر تقدر تدخل على هذا؟ لا ما مناسبة. تقدر تدخل على هذا؟ لا ما مناسبة. وين تروح؟ هذا الريسبتور مالته. فتجي هاي الخلية وتتحرك وعلى هذا الريسبتور مالته، بس هو اللي مناسب إله. وكذلك بالنسبة لهاي الخلية، وكذلك بالنسبة لهاي الخلية الحمراء. بما معناه إنه كل خلية وين تقدر بس تدخل على الريسبتور الخاص بيها، تمام؟ والخلية مثلاً هاي هذا الريسبتور مال هالخلية مو مناسب إله، فما تقدر إنه ترتبط وياه حتى تدخل. لذلك نسميها recognition receptors. يعني شلون؟ يعني إنه هذا الريسبتور يتعرف بس على الخلية مالته، بس على الخلية اللي تناسبه حتى تدخل. إذا تجي هاي الخلية يجي يتعرف عليها، لا مو أنت المناسبة إلي، مو أنت الخلية مالتي، فما أقدر أدخلك. ستوب، يلا طلعي برا، وما يدخله. زين أنواع الريسبتورز: المانوز بندنج لكتين MPL، المايكروفيج مانوس ريسبتور، سكافنجر ريسبتور، تول لايك ريسبتور، نود لايك ريسبتور، RNA هيليكيسز RIGIMDA5. طبعا هاي اتذكر على حسب ما قالت الدكتورة انه هاي الريسبتورز مو مطلوبة مننا حفظ، تمام. فهي هسه انه وين هي؟ لا مو بهاي الصورة. وين الصورة؟ وين راحت؟ ما ادري وين راحت. المهم فانه شلون كل خلية تجي على الريسبتورز الخاص بيها وترتبط وياه وتدخل، تمام. اذا خلية تجي ويا ريسبتورز يعني اللي ما يرهم الى هذا الريسبتورز، خلاص ما تقدر لا ترتبط وياه ولا تدخل. هاي الليمفوسايت انواع بي سيل تي سيل، هاي كلية تمثال فيها. وانه شنو كانت عندنا؟ كانت عندنا ها كلها سولفت يعني بالمحاضرة الاولى، عندي البي سيل والتي سيل شنو الفرق بينهم. البي سيل تحتوي على ريسبتورات بال يعني على السيرفس مالته،
اللي هي IgM و IgG ميوغلوبين G و M موجود على الريسبتورز مالته، بحيث انه لما تجي الخلية حتى تدخل راح يسولها مباشرة، يعني لما تجي الانتيجين. تمام، هسه هاي بي سيل لنفترض، هاي بي سيل، ايش ما اعرف ارسم الدائرة. المهم هاي بي سيل، موجود مثلا هذا ميونوغلوبيولين، هذا ما يبين نوع، وهذا النوع ثاني ام وجي، هاي موجودة عليها. فهاي شنو الوظيفة مالته؟ الوظيفة مالته انه تسوي ريكوجنيشن المال للانتيجين، انتيجين هاي البي سيل. بالنسبة للتي سيل، التي سيل ما موجودة هاي الانتيجينز عليها، سوري الريسبترات، هاي ما موجودة، هاي الريسبترات ما موجودة. هذا يدخل يتعرف عليها، اي هاي الريسبترات ما موجودة على السيرفس مالت الخلية. فلازم شنو عندي؟ عندي الانتيجين presenting cell. شنو تسوي الانتيجين presenting cell؟ حتيجي تقدم، يعني سو present تقديم المن للانتيجين على مود تتعرف عليه الخلية. وشنو تسوي ضده؟ ما قلنا دخل شنو تسوي التي سيل او شنو تتصرف. المهم هي ما عنده ريسبتورات على سطح الخليه مالته، فتي الا تجي حت يعني حتى تتعرف على الانتيجين، الا تجي الانتيجين بريزنتنج سيل وتخلي وتقدم للانتيجين حتى تتعرف عليه. وهاي الانواع مالت السيتوتوكسيك والهلبر، ها كلية تم سولفته. اي هاي الانتيجين بريزنتنج سيل، هاي سولفت عنها وشلون تشتغل. هذا عندي السوليبل ميدياتور اوف اميون سيستم. A wide variety of molecules are involved in the environment development. شنو environment؟ In the development of the immune response. These include A, P, S. هسه نتعرف شنو عليها. Complement and cytokine. بالنسبة لهاي complement protein. About 30 protein present in an active state, activated by different mechanism of mediate variable function in the immune system like opsonization, يعني enhanced phagocytosis. بعد عندي الكيموتوكسيز اللي هو unidirectional migration of the inflammatory cell، يعني الانفلاماتوري cell تروح تهاجر باتجاه واحد، unidirectional migration of inflammatory cell. وبعد عندي الانافلاكسز، ماس سيل دي جرانيوليشن، دي جرانيوليشن اند ريليز اوف فردر انفلاماتوري ميدياتور اند لايسيس اوف تارجتد سيل. هاي بالنسبة لأي بي سايتوكاين، لارج جروب اوف مولكيول انفولد ان signaling between cell. See antibodies. See عندي الانتيبوديز. They also called immunoglobulin S. IgS. They are grow or sera molecule product by B cell. من تنتج هاي الميونوغلوبين S؟ تنتجني من ال B cell. It is a soluble form of B cell surface. Ag receptors in general each. APS combined يعني حترتبط specifically to just one AG. The part of
the part of any molecule that bind to AD called Fab protein. لا portion, Fab portion, and the other part called constant protein, which interacts with the cell of immune system and acts as a sign which enhances phagocytosis. وين صورة شرح عليها؟ شو ماكو؟ هو أنا نوعا ما تعبت. هسا نجي نفرق بينهم. حنجي نفرق. ناخذ انتيجين. طبعا هاي انه تعاريف. هاي يعني شو نسوي بيها؟ هذا وشنو معناه؟ مثلا عندي الكوبلمنت بروتينز شنو معناه وهاي الاجزاء، وعندي شنو السيتوكاين شنو معناه، وعندي الانتي بوديز وشنو معناه هاي وشلون تتكون، اللي هي ها مثلا عندي الانتي بوديز سوليبل ماتيريالز، يعني تعتبر سوليبل فورم للبي سيل، هي تنتجها البي سيل وانه يكون الشكل الذائب من البي سيل. اوكي الانتيجين، شنو نقصد بالانتيجين؟ any molecule that can be specifically recognized by adaptive element of immune system that is by B cell or T cell or both. اما من ال B cell واحدة او ال T cell واحدة او اثنينهم. وين تعرف الانتيجين بصورة ابسط؟ هذا الانتيجين any molecule can react with immunoglobulin. انتيجين يعني هذا الباثوجين اللي يجي من خارج الجسم، اي جزيئة تقدر تتفاعل ويا الميونوغلوبيولين. ماشي، هذا الانتيجين specifically recognized by adaptive element of immune system، يجي يتعرف عليه البي سيل او التي سيل او اثنينهم. ماشي، each AG molecule have acid antigenic determination determinants also called epitopes. Epitopes are molecular shape recognized by AB. ها شنو معنى epitopes؟ يعني هي molecular shapes recognized by AB. من اللي يجي يتعرف عليها؟ يتعرف عليها الAB. Epitope on one antigen are usually different from those on another. كل إبيتوب موجودة على هذا الانتيجين حتختلف عن الانتيجين الإبيتوب اللي على الانتيجين الثاني. Some AGs have repeated إبيتوب. شو تسوي؟ تسوي repeated للإبيتوب يعني تعيده. Each AB recognize one إبيتوب rather than the whole AG. Even simple microorganisms have many different AGs. حتى simple يعني تكون بسيطة وهاي تحتوي على different AGs مختلفة. Which may be protein, lipid, carbohydrate. زين. الميونوجين. هسا عرفنا شنو هو الانتيجين. الانتيجين هو كل مولكيول تقدر تتفاعل ويا الميونوغلوبيولين. تمام؟ الميونوجين is a substance that causes a detectable immune response. Generally, an immunogen is a substance of high molecular weight. أول شيء لازم نعرفه عن الميونوجين إنه هو high molecular weight. الحجم الجزيئي مالته أو الوزن الجزيئي مالته يكون عالي، يعني كبير. Greater than، أكبر من 10,000 دالتون. There are two major classes of immunogen اللي يكون thymic dependent and thymic independent immunoglobulin. نوعين عندي thymic dependent and thymic independent immunogen. تمام، هسا شنو عندي الميونوجين شو يسوي؟ يحفز انتاج الميونوغلوبيولين ويرتبط وياها. wait a minute.
A. Immunogen. Any molecule can induce the production of antibodies and react with it. هو أي molecule or substance، أي مادة أو molecule يساوي يساوي induce لل production of antibodies. شنو اسمه؟ immunogen. Immunogen يقدر يساوي induce لل production of antibodies and react with it. ماشي؟ ويتفاعل وياها. زين. عندي كل immunogen هو antigen، لكن ليس كل antigen هو immunogen. ليش؟ كل immunogen هو antigen، لكن ليس كل antigen هو immunogen، لأن الantigen شي يسوي والimmunogen شي يسوي. الimmunogen يحفز التكوين الformation ويتفاعل وياها، بينما الانتيجين مجرد انه يتفاعل ويا الميونوغلوبيولين. ماشي؟ لان الانتيجين هو القدرة على الارتباط مع الميونوغلوبيولين لكن لا يستطيع التحفيز. خلينا نوضح اكثر. هسه عندي كل ميونوجين هو انتيجين، كل immunogen هو antigen، تمام؟ عرف لي هاي. لكن ليس كل antigen هو immunogen. شلون يعني؟ هسه immunogen خلينا نسوي مخطط، يؤدي الى antigen، لكن اللي بالعكس هذا كل انتيجين immunogen لا يصح. بالأحمر نسوي هذا صح، هذا خطأ. immunogen antigen A، بينما antigen هو immunogen خطأ. زين ليش؟ لأن immunogen شي يسوي؟ induce the production of immunoglobulin and react with it. خليها ببالك انه يحفز التكوين production ويتفاعل وياها، ماشي؟ بينما الانتيجين شبيه الانتيجين فقط react with the immunoglobulin. فهسه كل immunogen هو antigen اوكي لان يحفز ويتفاعل ماشي، لكن كل antigen هو immunoglobulin لا، immunogen لا. ليش؟ لانه ما يحفز التكوين بس يتفاعل، ماشي؟ زين. هسا قسمنا إلى thymic dependent و thymic independent immunogen. factor affecting immunogenicity شنو هي؟ العامل اللي تأثر على immunogenicity، يعني القدرة على تنشيط الميونيتي حتى تنتجي immunogenicity
القدرة على تنشيط الاميونيتي حتى تنتج الاميونوغلوبيولين. أول شيء الفورنس generally the greater the phylogenetic difference the greater immunogenicity، يعني درجة الغرابة كل ما كان عندي باثوجين، يعني أنواع مختلفة من الباثوجينز تدخل للجسم، كل ما كان الجسم يقدر ينتج لي ميونوغلوبيولين أكثر. ماشي، بعد عندي المولكيولر سايز، شنو نقصد بها؟ substance with molecular weight of more than substance اللي المولكيولر weight مالته أكثر من 100,000 دالتون are usually very immunogenic. Very immunogenic. ماشي. And those less than واللي أقل من 10,000 دالتون are non immunogenic and called hapten's and required a carrier protein be attached to induce a response. ماشي. بالنسبة للمولكيولار سايز أقارنها اللي أكبر من 100,000 دالتون تكون very immunogenic. Very immunogenic. ماشي. واللي أقل من 10,000 non immunogenic. شنو أسميها؟ هابتنز. ماشي، هسا قسمت إلى نوعين، أكبر من 100,000 very immunogenic، وأقل من 10,000 non immunogenic أسميها هابتنز. chemical composition and complexity، يعني انه شلون درجة التعقد مالته او هيك شيء. بروتين اند كربوهيدرات، المفروض كربوهيدرات بروفايد ذا بيست ريسبونس. بالنسبة للبروتين والكربوهيدرات حتعطيني بيست ريسبونس. ليبيد اند نيوكليك اسيد ار ويك اميونوجينيك اند ذا مور كومبلكس ذا مولكيول از ذا بيتر ذا اميونوجين. ها نحفظه انه البروتين والكربوهيدرات هي تعتبر بس ريسبونس، بينما الليبيد نيوكليك اسيد ويك اميونوجينيك حتكون ضعيفه. الجينيتيك كومبوزيشن اوف ذا هوست، المضيف، يعني شلون تكون انه الجينات مالته، تمام، الى علاقه بالوراثه. It contributes to ability to respond to an immunogen. For example, particular polysaccharide will be immunogenic when injected to human, but will cause no immune response when it's injected into a gene. عندي بعد الروت، الدوزج، التايمينج اوف immunogen administration. الروت root of administration، المكان اللي داخل منه هذا الباثوجين، اوكي، يعني ممكن يكون داخل من هذا المكان ما يأثر، داخل من هذا المكان الثاني حيكون تأثيره أعلى، اوكي، مثلا داخل عن طريق السكين، داخل عن طريق الكونجكتايفا، ماوث، نوز، هذا اللي أقصده. الدوزج، الكمية مالته، ممكن إذا دخلت مثلا بكتيريا الكمية قليلة الجسم، اوكي هي دخلت لكن ما راح تسبب لي اي شيء، ليش؟ لان الدوزج مالته قليل، لكن اذا دخلت لي بكمية عالية شبيها راح تسبب لي يعني شنو راح تسبب؟ راح تسبب لي انفلاميشن. التايمينج، وقت الدخول، مثلا هل انه هذا الباثوجين لما يدخل بالنسبة للتشولدرين نفس التأثير لما يدخل بالبيوبرتي نفس التأثير لما يدخل بالإلدرلي، أوكي، هاي أيضا حتفرق. ما سولفنا. acute phase protein، ها شنو عندي؟ acute phase protein cytokines and chemokines of inflammation better، ها ما إلى علاقة. أوكي، كملت المحاضرة الطويلة وأخيرا.